بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأولين والآخرين، ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك بهدى وتقى وصدقا ويقينا وحقا واتباعا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا الشرعية العلمية والتي أطلقنا عليها بروح التفسير وسر التأويل، وما زلنا نتكلم بالقضايا المتعلقة بفقه الصلاة. واليوم نحن عند باب الأذان، والأذان مهم لأنه إذن بدخول وقت الصلاة. فبما يتعلق من النواحي الفقهية في الأذان، فإننا نجد بأن فقهاء الأمة قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة هما مشروعان للصلوات الخمس وللجمعة، وهذا إجماع من فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك الاختلاف في وجوبهما، أي وجوب الآذان والإقامة. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك والشافعي على أن الأذان والإقامة سنتان وليس بواجبين. فلو أن المسلمون صلوا بغير بعد دخول الوقت بغير أذان ولا إقامة فإن صلاتهم تصح، لأن تعريف السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. وهذا هو الراجح، الراجح بأن الأذان والإقامة سنة لا ترتقي إلى درجة الواجب، على أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وعن جميع فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: الأذان فرض على أهل الأمصار، والأمصار المدن التي يجتمع فيها المسلمون والقرى. الأذان فرض على أهل الأمصار على الكفاية، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعه. وهذا الحكم مما يتعلق بالأذان، إنه فرض كفاية وليس فرض عين. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين بأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كالآذان وكالأقامة وكصلاة الجنازة ونحو ذلك. أما فرض العين فإنه لا يسقط عن الفرد المسلم، إنما هو واجب على كل فرد مسلم بالغ عاقل، كفريضة الصلاة مثلا فرض عين. ثم هنالك مسألة أيضا اتفق عليها فقهاء الأمة، لا يوجد فيها إجماع إنما يوجد اتفاق لجل فقهاء الأمة المحمدية على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن. فلو أن مجموعة من النساء أردن أن يصلين صلاة جماعة مثلا، فهل يشرع لهن الأذان أو يسن؟ قالوا لا يشرع ولا يسن على النساء. وهنالك خلاف في قضية الإقامة، هل تسن في حق النساء أم لا؟ يعني الاتفاق على قضية الآذان. أما قضية إقامة الصلاة فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وهو الراجح بأنه أيضا الإقامة لا تسن لهن. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز لهن أن يقمن الصلاة، لا يؤذن، ولكن يجوز لهن أن يقمن الصلاة إذا أردنا أن يصلي أن يعقدن صلاة للجماعة. ثم اتفق فقهاء الأمة على مسألة أخرى، وهي أنه إذا اجتمع أهل بلد من البلدان على ترك الآذان والإقامة، اتفقوا على أنهم لن يؤذنوا ولن يقيموا، يعقدوا الصلوات بغير آذان ولا إقامة. وهنالك اتفاق بين فقهاء الأمة على أنهم يقاتلون على ذلك. لماذا؟ صحيح الآذان والإقامة ليستا فرضا من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي من السنن، على إنها من شعائر الإسلام، فلا يجوز تعطيل شعائر الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من أذى على دين الله عز وجل. ومن خلال هذه المسألة نعلم أن كثير من المسائل هي ليست فرائض وإنما سنن، ولكنها تعتبر من شعائر الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يجهر بها ويجب أن تظهر. فلو أن فرقة من الناس عطلوا شعائر الله سبحانه وتعالى، اتفاق فقهاء الأمة على أن هؤلاء الناس
إن لم يتوبوا ويرجعوا عن ذلك فإنهم يقاتلوا على ذلك. ثم تأتي قضية صفة الآذان، صفة الآذان كيف هي صفة الآذان؟ هنالك آذانان، هنالك آذان بلال بن أبي رباح، وهنالك آذان أبي محذورة الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالآذان عند الإمام أبي حنيفة النعمان وعند الإمام أحمد بن حنبل اختاروا آذان بلال بن رباح، واختار الإمام مالك والإمام الشافعي آذان أبي محذورة. فآذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي اختاره الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الآذان المعهود وهو الآذان الموجود في يومنا الحاضر هذا في جميع بلاد المسلمين. ثم هنالك خلاف ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي في صفة الآذان، وما اختار آذان أبي محذورة. فالآذان عند الإمام مالك 17 كلمة، الله أكبر مرتين وليست أربعة، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ولا يرفع بالتشهد من صوته ثم يرجع فيقول رافعا صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أي إن الاختلاف بين آذان الأذان الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمهم الله وبين الأذان الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل وهو أذان بلال، الاختلاف بأذان أبي محذورة هو أن التكبيرات الأولى تكبيرتين وليست أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. والاختلاف الثاني في قوله عندما يقول وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، لا يرفع بالتشهد من صوته، يعني في الاثنتين الأولى لا يرفع بالتشهد من صوته وبالاثنتين الأخيرة يرفع بالتشهد من صوته. وهذا ما اختاره الإمام مالك. والآذان عند الإمام الشافعي 19 كلمة، الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يخفض صوته يتشهد ثم يرجع فيمد صوته بالتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. فهذا هو الخلاف الناشئ في قضية الآذان بين آذان بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وآذان أبي محذورة رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وكذلك هنالك اختلاف في صفة الإقامة، فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان، ويزيد على الآذان بلفظ الإقامة مرتين، أي قد قام الصلاة قد قامت الصلاة، فتصير الإقامة عنده 17 كلمة، 17 كلمة، الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. أي هو نفس ألفاظ الآذان، ألا إنه يزاد به بعد حي على الفلاح مرتين يزاد فيه قد قامت الصلاة مرتين. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عندهم الإقامة 11 كلمة، أي أقل من الكلمات التي هي عند الإمام أبو حنيفة النعمان، تفرد في كلها إلا في ذكر الإقامة، يعني الله أكبر مرتين
وليس أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة حي على الفلاح مرة واحدة، فقد قد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر الله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحدة. ويروى بأن الإمام الشافعي في أحد قوليه ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك بأن الإقامة 10 كلمات، والإقامة عند الإمام مالك 10 كلمات. ويروى برأي أن الإمام الشافعي قد ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك في أحد آرائه، والإقامة عند الإمام مالك الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة حي على الفلاح مرة. قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. وأيضا قلنا بأن الإمام مالك يرى بأن الإقامة فرادة كلها في 10 كلمات عنده، وكما ذكرناها وكما بيناها. واتفق فقهاء الأمة على أنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، وهذا عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، أي عند جمهور الفقهاء يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. أما سائر الصلوات الأخرى، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، فلا يجوز أن يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان حتى صلاة الفجر، قال لا يجوز الأذان لها إلا بعد طلوع الفجر، يعني بعد دخول وقتها. وعند الإمام أحمد بن حنبل في رأي أنه يكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة، من أجل أن لا يلتبس الأمر على الناس فيظن الناس أنه قد دخل وقت الإمساك وهو لم يدخل. وهذه المسألة حقيقة من المسائل الموجودة الآن في كثير من بلدان المسلمين، إنه يغيرون في الأوقات المتعلقة بوقت صلاة الفجر، فمنهم من يؤذن قبل الوقت ومنهم من، وهنالك كثير من عوام المسلمين فيختلط عليهم الأمر. فالواجب هو أن تراعى آراء الفقهاء في مثل هذه المسألة، وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم. فلو كان، قالوا فقهاء الأمة، لو كان هذا الأمر لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز لبلال أن يؤذن بليل. وهنا قالوا بأن هذا الآذان هو ليس آذان لدخول الفجر، يعني في رمضان الأذان الأول مثلا هو ليس آذان لدخول وقت الصلاة والإمساك عن الطعام، إنما هو آذان للتهيئ للإمساك عن الطعام والتهيئ للصلاة. ثم اتفق فقهاء الأمة على أن التثويب لا يكون في الآذان إلا لصلاة الفجر خاصة، والتثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهذا لا يكون إلا في صلاة الفجر خاصة. وهنالك خلاف فيه، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك إلى أن التتويب سنة في أذان الفجر. وهنالك للإمام الشافعي أكثر من قول في هذه المسألة، فقول على أنه سنة، وقول على أنه يجوز ترك التثويب. وقد ذهب الإمام مالك والشافعي في آراء أخرى، والإمام أحمد بن حنبل هو أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله في الآذان حي على الفلاح، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدها من السنة أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين. وذهب في رأي عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن التثويب سنة في الآذان، أي وافقوا
فقهاء الأمة في هذه المسألة. وذهب أيضا هنالك في هذه المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة بأنه لا يعتد إلا بآذان المسلم العاقل، وهذه القضية ليست اتفاق وإنما إجماع لفقهاء الأمة بأنه إذا أذن غير المسلم فإنه لا يعتد بأذانه، وإذا أذن المجنون أو المصروع أو من شرب مسكرا وزال عقله فإنه هذا الأذان لا ينعقد ولا يعتد به، إنما يعتد بآذان المسلم العاقل، وهذا شرط في الآذان، فلا يعتد بآذان غير العاقل كالمجنون ولا يعتد بآذان غير المسلم. ثم هنالك أيضا في مسألة المرأة إذا أذنت للرجال فهنالك إجماع لفقهاء الأمة على أنه لا يعتد بأذان المرأة للرجال، لما في ذلك يعني ربما يترتب على ذلك شيء من الفتن، وإن أذنت المرأة للنساء فإن كثير من فقهاء الأمة قالوا لا بأس بذلك. صحيح أن الأذان لا يجب على النساء ولا يسن، ولكن إن حصل وأذنت المرأة للنساء فإن فقهاء الأمة يقولون لا بأس بذلك، واستدلوا برواية تقول بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تؤذن للنساء فيما بينهن وتقيم الصلاة، هذا ما استدلوا به. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن النساء إذا صلينا مفردات يعني منفردات عن الرجال أذنت في نفسها وأقامت يجوز لهن أن يؤذن ويقمن، يقول غير رافعة لصوتها في الأذان، يعني لا ترفع صوتها كما يرفع الرجال أصواتهم. وكذلك أجمع فقهاء الأمة على أن آذان الصبي، لكن ليس أي صبي، الصبي هو الذي لم يصل إلى سن البلوغ، لكن الفقهاء يفرقون بين صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز الذي فيه ذكاء وفيه حجم يعني يختلف عن بقية الصبية، فهذا الصبي إذا كان مميزا وأذن للرجال فقالوا يعتد بآذانه ولا حرج في ذلك. ويستحب ليس فرضا ولا واجبا، إنما مستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا، فلو أنه كان المؤذن ليس حر عبد وأذن هذا جائز إذا كان مسلم، فلو أنه كان غير بالغ صبي مثلا كما قلنا فهذا جائز، فلو أن المؤذن كان غير طاهرا مثلا جنبا أو غير متوضئ فهذا جائز، لكن المستحب المستحب والأفضل أن يكون حرا بالغا طاهرا. كذلك أجمع فقهاء الأمة على جواز آذان المحدث، وإن جوازه معتد به إذا كان حدثه أصغر مع استحبابهم أن يؤذن طاهرا، وقد ذكرنا ذلك وبيناه. كذلك أجمعوا على أنه إذا أذن الجنب كما قلنا اعتد بأذانه، وقالوا يستحب له إذا كان جنبا أن يؤذن خارج المسجد ولا يلبث في المسجد، إلا في بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يعتد بأذان الجنب بحال من الأحوال. كذلك ذهب فقهاء الأمة في إجماع لهم على أن الآذان لا يسن، الآذان لا يسن لغير الخميس والجمعة، وكذلك أجمعوا في قضية على أن السنة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والنداء بقول الصلاة جامعة،
السنة في صلاة العيدين أن لا يؤذن لها، إنما يقال الصلاة جامعة، الصلاة قائمة. كذلك صلاة الكسوف والكسوف والاستسقاء، ويقال لهذا بالصلاة جامعة. كذلك أجمع فقهاء الأمة على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها لا آذان ولا نداء. كذلك اختلف فقهاء الأمة في مسألة هل يجوز أخذ الأجر على الآذان والإقامة أم لا؟ يعني الآن يوجد أناس يعملون مؤذنين ويأخذون أجر على ذلك، وهنالك من يعمل بلا أجر ولا أجر، يعني لا يأخذ أجر، فهل هذا جائز أم لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إنه لا يجوز أخذ الأجر على الآذان والإقامة. وذهب الإمام مالك وأراء كثيرا للشافعية بأنه يجوز أخذ الأجر على الآذان والإقامة. وفي قول آخر من الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول في هذه المسألة، يقول ويرزقهم الإمام، يعني إمام المسجد هو يجوز أن يعطيهم مما يأتيه أو من أجرته أو يرتب ويدبر لهم الأمر. لذلك الآن في المساجد الإمام يعتبر هو المسؤول عن المسجد، وهو الذي يدير هذا المكان، وكل من يعمل في هذا المسجد من مؤذنين وخدام بهذا المسجد أو كراس فإنهم يأخذون أجرتهم من الإمام باعتبار أنه يدير هذه الدائرة، فهو يدبر لهم هذا المال. وهنالك رأي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لا يرزق المؤذن إلا من خمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة الخمس، يعني خمس المال، وهذه كانت من ضمن المسائل التي يعني تأتي من المعارك والحروف، وهذه مسألة قد اندثرت في زمننا الحاضر هذا لتعطيل العمل بالفقه الإسلامي وبإحكام الشريعة. وإذا لحن أو ألحن المؤذن في آذانه ذهب بعض أو كثير من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل في بعض الآراء إلى أنه إذا ألحن لا يصح آذانه. ألحن يعني كان لديه أخطاء شديدة في اللغة العربية. وهنالك خلاف بين فقهاء الأمة في قضية هل يجوز إعادة الصلاة بآذان وإقامة في مسجد له إمام راتب، يعني إمام دائم. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن هذا يكره، وذهب الإمام مالك إنه إن كان للمسجد إمام راتب يعني دائم فصلى فيه إمامه فلا يجوز أن يجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز ذلك في المساجد التي يكون فيها في الأسواق، يجوز أن تعقد يؤذن يعني يعاد الأذان وتعاد الإقامة لتوارد الناس على هذا المسجد ولكثرة الجماعات فيه لتكرار الصلاة في خاصة مساجد الطرقات ومساجد الأسواق وما إلى ذلك. أما عند الإمام أحمد بن حنبل فإن هذا يجوز على الإطلاق ولا حرج فيه. وكذلك كما ذكرنا بأن هنالك خلاف بين فقهاء الأمة في قضية المرأة تصلي سواء كانت منفردة أو في جماعة، هل تؤذن لنفسها أم لا؟ فذهب الإمام مالك والإمام الثوري كثير من فقهاء الأمة إلى أنه كما ذكرنا آنفا ليس على النساء آذان ولا إقامة، واستحسن الإمام مالك أن تقيم لنفسها ولا حرج في ذلك. وبعض الفقهاء يقولون المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت وتقيم
لكن كما ذكرنا آنفا أن أذانها وإقامتها يجب أن يكون بصوت منخفض. وإن لم تؤذن ولم تقم مجموعة من النساء وصلينا جماعة فلا حرج عليهن. وإذا صلت المرأة منفردة بناء على الأذان الذي سمعته ولم تقم أيضا فلا حرج عليها. وإذا علمت بدخول الوقت وصلت بلا أذان ولا إقامة ولا حرج عليها ولا حرج على الرجال أيضا في هذه المسألة، باعتبار أن الأصل في الأذان والإقامة أنهما سنة. ثم هنالك خلاف بين فقهاء الأمة في قضية الجلسة بين أذان المغرب ما بعد المغرب، فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أنه، ولماذا فقط وقت المغرب؟ لأنه هذا الوقت وقت قصير، فمن الممكن في الأوقات الأخرى أن تكون جلسة بعد الأذان وانتظار لبعض الوقت، لكن في أذان المغرب لأن وقتها قصير فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان أن المؤذن إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس، يقيم الصلاة مباشرة ويدخلون في الصلاة. أما تلامذة الإمام أبو حنيفة النعمان كمحمد وأبو يوسف وزفر وغيرهم فإنهم قالوا يجلس بينهما جلسة خفيفة، خالفوا إمامهم أبو حنيفة النعمان وقالوا يجلس بينهما جلسة خفيفة. أما عند الإمام أبو حنيفة النعمان فإنه إذا أذن المؤذن لا يجلس، يقيم الصلاة مباشرة، وهذا خاص بوقت المغرب. ثم في قضية المصلي، في قضية المصلي إذا سمع الأذان فقد ما الذي عليه أن يفعل؟ فقد ورد في حديث في رواية عن أبي يوسف في من أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله ولم يقل حي على الصلاة، هذا صلاته لا تفسد إذا أراد، لا تفسد إذا أراد الأذان. وكذلك في قضية وقت قيام المأموم إلى الصلاة فقد ورد بأنه إن المأموم في وقت قيامه إلى الصلاة فقالوا إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد، يعني كان الإمام بعد لم يدخل المسجد، قال لا يقومون في الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح، وهذا عند الإمام أبو حنيفة النعمان. وذهب أيضا في رأي للإمام أبو حنيفة النعمان إن الإمام يكبر قبل فراغ المؤذن، يعني عندما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من الأذان أو الإقامة، فالمؤذن الإمام يكبر يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن. فإذا قال في رأي أيضا الإمام حنيفة النعمان إذا قال قد قامت الصلاة من الإقامة كبر الإمام وكبر القوم ودخل في الصلاة وما زال المؤذن يقيم الصلاة، وهذه مسألة حقيقة عند الأحناف فقط، أما عند بقية الفقهاء فإن الدخول في الصلاة يكون بعد انتهاء الأذان وبعد انتهاء الإقامة ولا يستعجل بذلك، لا يستعجل بهذه القضية ولا يستعجل بهذه المسألة. أما متى يكبر المؤتم؟ فالمؤتم أي الذي يصلي خلف الإمام، فعلى رأي الإمام حنيفة النعمان إنهم يكبرون مع تكبيرة الإمام معه سويا مباشرة.
وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير يعني بعدها مباشرة، واستدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كبر الإمام فكبروا، يدل على أنهم يكبرون معه كقوله إذا ركع فاركعوا. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا التكبير لا يكون تكبيرهم معه مباشرة، لأنه يجوز أن يقول ركع فلان وسجد إذا صار في حال الركوع والسجود وإن لم يفرغ منه، ولا يجوز أن يقال كبر قبل فراغه من التكبير حتى يبدأ. والخلاصة في هذا بأن الإحناف يستحبون التكبير مع الإمام ويستحبون أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي المقيم من إقامته من إقامة الصلاة. أما بقية الفقهاء فإنهم يستحبون لأن يكون تكبيرة الإمام بعد الانتهاء من الإقامة، وتكبيرة المؤتمين تكون بعد تكبيرة الإمام. وكذلك في قضية رفع اليدين في تكبير الافتتاح تكبيرة الإحرام ورفع اليدين في تكبيرة الركوع، فذهب كثير من فقهاء الأمة بأنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح، أي لا يرفع يديه إذا أراد أن يكبر للركوع، وإنما في تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه كان يقول لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة، لا في خفض ولا في رفع، عند الإمام مالك لا يوجد رفع لليدين تكبيرات الصلاة. وافتتاح الصلاة بعض الفقهاء يرون بأنه يرفع شيئا قليلا الرفع، وذهب أيضا بعض الفقهاء في هذه المسألة بأنه يجوز أن يرفع يديه للركوع وكذلك بعد أن يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه. ويقول سمع الله لمن حمده، يعني بعد سمع الله لمن حمده يرفع يديه. وقد ورد في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأنهما كانا لا يرفعان أيديهما إلا في تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة. ويروى عن الإمام الشافعي إنه كان يرفع يديه لافتتاح الصلاة وإذا كبر للركوع أيضا وإذا رفع رأسه منه، ولا يرفع في شيء من السجود وغيره، فقط عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يرفع يديه بالتكبير. ويرى كثير من الفقهاء أنه في رفع اليدين للتكبير يرفعهما حذو أذنيه، وعند الإمام الشافعي يجوز أن يرفعهما حذو منكبيه فقط. وهذا بما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالأذان وبالتكبيرات وما إلى ذلك، ونحن نكتفي بدرسنا لهذا اليوم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.